عليكم زلف اللاون، مرحبا بكم في فيديو جديد. أنا قد طلب مني أن أعمل فيديو على السنسيفيريا باللغة العربية الفصحى، وهنا في بوعدي. إذا من هذا المنبر أحيي أخي باللغة الأمازيغية، أخي من العراق، فأقول لك أزول. وأزول كلمة أمازيغية ذو معنى عميق وقوي، وهي مكونة من جزئين، هي آز قريب وأول القلب. إذا أنتم قريبين من القلب. إذا نتحدث عن السنسيفيريا. السنسيفيريا هي نبتة شحمية، والعناية بها سهل جدا. فهي لكي نعرف كيف نعتني بهذه النبتة، لابد أن نعرف المصدر أو أصل هذه النبتة، من أي بلد ومن أي منطقة. إذا هذه نبتة السنسيفيريا من منطقة إفريقيا الوسطى، وتتميز هذه المنطقة بمناخ استوائي، حيث أن لها درجة حرارة معتدلة تتراوح بين 18 إلى 22 درجة مئوية، ولديها أيضا رطوبة نسبيا عالية. هنا عندنا عدة أنواع من السنسيفيريا، وعندنا النوع اللي تجي بالطول طويلة جدا ذات لون أخضر، الطول تاعها يتراوح حتى 1.40 متر، وعندنا النوع الآخر اللي هو سنسيفيريا طويلة وعندها بناشي وعندها هاد الأطراف باللون الأصفر، ما يصنع الجمال تاعها. وعندنا السنسيفيريا المقزمة، الخضراء المقزمة، هاي ليك جميلة جدا أيضا. وعندنا السنسيفيريا المقزمة باللون الأخضر والأصفر، والناطقين باللغة الإنجليزية الأنجلوفون يدعونها بسنسيفيريا تويست، بأنها ضفيرة جي هادي فوق هادية. وأما بالنسبة للتكاثر تاعها، التكاثر تاعها جد سهل. إذا نقوم بقص ورقة كاملة من هنا، قص الورقة، دوك نوريكم، سأريكم في الحين قص الأوراق هكذا. الورقة نقصها إلى عدة قطع، قطعة من 6 إلى 7 سنتيمتر، هاي ليك، ونضعها في تراب يكون خفيف جدا، خفيف جدا. نخلط الرمل مع تربة الحديقة أو مع التيرو، وبعد بضعة أشهر تعطينا هذا النتيجة. هنا نبتة، هاد القطعة أعطت لنا نبتة جديدة، هاي ليك، وهاد القطعة أيضا سوف تعطي نباتات أخرى جديدة. فيما يخص السنسيفيريا المقزمة، نستطيع أن نفصل ورقة نزرعها في التراب، وبعد بضعة أشهر تعطينا ورقة نبتة جديدة، هاي ليك نبتة جديدة، هاي ليك. إذا هذه هي كيفاش نديروا التكاثر. فيما يخص الاعتناء، جد سهل بهذه النبتة، لأنها تعتبر نبتة استوائية وتعتبر نبتة شحمية، ونعرف بأن النباتات الشحمية تحتفظ بكميات الماء في الأوراق، لأن الأوراق تاعها، سميكة وتحتفظ بالماء بالداخل. وكيفاش نعتني بها؟ يجب مسح الأوراق بقماش نظيف، من الأحسن أن يكون رطب، نضعها بين اليدين ونعمل هكذا. فوالا، يجب أن نقوم بهذه العملية مرة في الأسبوع على الأقل، على حسب الغبار اللي تراكم فوق هذه النبتة. فيما يخص السقي، هي نبتة قلنا شحمية تحتفظ بالماء في الأوراق، لا تحب كثيرا السقي. يجب أن تجف التربة ما بين سقيتين، وهي تحتمل الجفاف أكثر مما تحتمل الغرق في الماء، لا تحب الماء. هذه راني سقيتها بماء المطر الذي تحدث عنه في الحلقة الماضية، لما شافوش فوائد ماء المطر
روحوا تشوفوا الفيديو الحلقة الماضية. فيما يخص السماد، هذه عبارة عن نبتة أوراق. إذا السماد، إذا خيرت السماد، إذا كانت لديك في المنزل، أنا لا أحب السماد الكيميائي اللي نشروه من برا، وإنما ديروا منقوع أي خضر. عندكم منقوع الموز، البطاطا، كي طيبوا العدس، هذاك الماء تاني. إذا استعملوا شغل أسمدة منزلية أو طبيعية بجو. أما فيما يخص الأنبيكا، اللي عنده مشتل أو كميات كبيرة من السونسيفيريا ويحب يتاجر بها، خير الأنبيكا وين تكون نسبة الآن كبيرة، الأزوت، نسبة الأزوت كبيرة، لأنها هي تنتج الأوراق أكثر، وهي هذه النبتة تنتج الأزهار. في عمر ما ستمد لكم أزهار، لكن هذه الأزهار ليست لها كما نقولوا قيمة جمالية للنبتة. كي تنمو هذه الزهرة، من الأفضل أن تنزع هذه الزهرة. إذا أتمنى أعطيت معلومات كافية ووافية عن هذه النبتة. هناك أنواع كثيرة أخرى. أنا هنا وريت لكم أربع أنواع، وهي يوجد بزاف الأنواع تاع هاد السونسيفيريا. هنايا نقدر نخلوها هكا اون بوكي، كم نقدروا نخلو ان سوجي واحد برك. هنايا تاني ترانا نشوفوا في اس واحد عندنا عده نبتات. هنا عندنا نبته واحده فيها عده اوراق، هنا تاني نبته واحده راهي مدت لنا نبته جديده هذا الموسم. هاي لك النبته الجديده، النبته الجديده تكون فاتحه اكثر. اما سونسيفيريا الباناشي هادو اوراق العام الماضي، تجي داكنه نوعا ما، واوراق هاد العام تجي فاتحه اكثر من الاوراق العام الماضي. على هذه المعلومات نقول لكم ان شاء الله نلتقي في فيديو اخر، وين نهضروا على النباتات الشحميه لي سيكولونت. نتمنى ان الفيديو يعجبكم، ما كرموني بلايك ولا جيم ولا لايك ولا ان بوس. ان شاء الله في الحلقه المقبله نتكلموا بالعموم على النباتات الشحميه. الى الملتقى والى اللقاء، اكرموني بجيم. الى الملتقى.